محدش عارف الخير فين، لكن انا محتاج بالتاكيد اطمن على محمد محمود من خلال الكابتن نادر شوقي اللي موجود مع محمد. مش عايز اقول كل يوم، لا ده كل ساعه وكل دقيقه. كابتن نادر معانا من المانيا. كابتن نادر ازيك؟ انا مساء الخير، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. طبعا انت موجود في المانيا مع محمد وما سبتوش لحظه من اول ما كلمك وقال لك انا عندي رباط صليبي، وعلى طول كان في اجراءات جاهزه للسفر، والنهارده عمل العمليه وخرج الحمد لله بصوره طيبه. الصوره بتدينا ايحاء الحمد لله ان محمد نفسيا كويس. الحمد لله، احنا وصلنا امبارح بالليل الساعه 11 ونص بالليل، جينا المستشفى الساعه 8 الصبح، دخل دكتور عمليات الساعه 9، طلع 10 ونص وكان تمام الحمد لله. قبل ما فات كان على 11 ونص كده، والدكتور جه طمنا والحمد لله هيطلع من المستشفى يوم الجمعه باذن الله، هيبتدي العلاج الطبيعي بتاعه يوم الجمعه بعد الظهر. فكره السفر بسرعه واجراء العمليه، وحتى الكابتن محمود الخطيب حتى في سياق هذا الموضوع كان امر بسرعه ان الموضوع يتم انهاء الاجراءات سريعا لاجراء العمليه لمحمد محمود خلال الساعات القليله الماضيه. الاجراءات تمت ازاي وحاله محمد كمان نفسيا دلوقتي معاك اخبارها ايه؟ بص يا فندم، ما فيش حاجه غير تحصل غير بموافقه النادي الاهلي وبدعم بدور النادي الاهلي، ومحمد محمود مش هيطلع من نفسه المانيا، اخذنا الموافقه على طول بسرعه، وهو ساعدنا جدا طبعا كابتن خطيب وكابتن سعد الحفيظ، واحنا يعني ما خدتش وقت، يعني مساله تليفون وهم وافقوا على طول وطلعنا، وحتى طمنتهم وكذا، باشمهندس خالد مرتجي كلمني والجهاز الفني كلمني، فهم كلهم بيطمنوا على محمد محمود، فدي حاجه مش حاجه طبيعيه جدا من النادي الاهلي، وحاجه أكيد. دايما النادي الاهلي سباق في حاجه زي كده. اكيد اكيد. طيب الفريق الطبي النهارده كان موجود معاكم الصبح في المستشفى بعد اجراء العمليه الجراحيه، الحمد لله العمليه نجحت، الوضع ايه بالظبط عندك كابتن نادر؟ لا الوضع عندي تمام، ما فيش اي حاجه، هو زي ما قلت لحضرتك هيقعد 20 يوم هنا، 21 يوم تقريبا، هيرجع مصر يوم 20/11، هيتاهل هنا لمده 3 اسابيع، وبعد كده يرجع مصر مثلا اسبوعين ويرجع تاني على المانيا، هيقعد شهرين هنا، يعني هيبتدي ياخد بقى الستبس اللي هو خدها قبل كده، هو اصلا عارف بسم الله ما شاء الله، يعني عارف كل حاجه، بس انت يعني المباراه تخش عليه وعارف هو هيعملوا ايه بالظبط، يعني هو خلاص خلاص فاهم قصدي، ونفسيته كويسه وما عندوش اي مشاكل خالص، ربنا يكرمه يعني ويديله قد نيته الصراحه، لان حاجه محمد من الناس المحترمه جدا، والناس اللي ربنا شايف لهم خير ان شاء الله في الفتره اللي جايه، اكيد يعني ان هو شخصيه محترمه جدا وموهبه، اعتقد ان هي هتشوفوا محمد محمود قاعد عامل ازاي ان شاء الله. يعني البرنامج اتحدد يا كابتن نادر على طول، يعني انت قلت لي هيقعد لغايه 20 نوفمبر وينزل القاهره، هيقعد فتره يعمل تاهيل ثم يرجع تاني، متحدد البرنامج لغايه ان شاء الله ما يكون جاهز للملعب. اه طبعا لازم كل حاجه تبقى جاهزه ومعروفه من دلوقتي عشان نعرف يعني هنتحرك ازاي، اكيد طبعا. طيب صوره محمد محمود الصبح الكل صحي وشاف صورته وهو بيعمل بايديه الاثنين، عايز اقول لك الصوره يمكن ادت تفاؤل وحماس لجمهور النادي الاهلي، يعني عارف انت لما لعيب يكون خارج من اصابه او عمليه بتبقى الحاله نفسها صعبه قوي، لكن صوره زي دي انت حتى اكيد كلامك مع محمد، يعني ايه الصوره اللي كان عايز تصدرها للناس او الكلمه اللي عايز يقولها للناس من خلال هذه الصوره؟ هو قالها في الانستجرام، هو قال ان انا اقوى وهو سترونجر، يعني انا بقيت اقوى من الاول كمان، ودي حاجه تحسب له، يعني احنا دخلنا الاوضه بعد قلت العمليات، دخلنا الاوضه قال لي صورني فصورته وكان بيضحك وبتاع، فانا ما كنتش متخيل انه هيعمل كده اصلا، لقيته مره واحده عامل كده، بس اتكلمت معاه بعد الصوره قال لي انا هبقى اقوى وهبقى احسن وانا عارف نفسي وان شاء الله هرجع وما عنديش مشكله، فبس ما شاء الله ربنا مديله برده حاجه مش موجوده عند اي حد، فهمه في اللي جاي ان شاء الله. يعني ده حقيقي. انت تعرف محمد من فتره طويله وعارف شخصيته كويسه جدا، هو الفتره الحاليه لما بتعرض لكذا يعني رباط صليبي في الاول ورباط صليبي مره تانية، ودي بتبقى صعبه حتى على نفسيه اي لاعب، محمد وفي كلامه معاك بيشعر ده بسبب ايه او شايف ده ازاي؟ لا ما اتكلمناش في حاجه زي كده، انا بقول لك اول ما حصل له اصابه في النادي الاهلي احجز احنا طالعين المانيا حتى من غير ما نتاكد ان هو صديقي، فهو يعني عنده قناعه ان هي عايز يخلص بسرعه عشان يرجع بسرعه، يعني حتى ما اداليش فرصه، ما ادكش فرصه استنى قد انا مش هستنى انا هطلع المانيا. قال لك على طول جهز نفسك احنا طالعين المانيا. عارف محمد هو هو عارف، يعني هو حاسس ان في حاجه، طبعا بني ادم نفسه بيفشل في نفسه اكتر من اي حد تاني، هو حاسس على طول، وحتى بعد ما جالي التاكيد من دكتور ايهاب علي والراجل في المانيا وطلعنا على طول، يعني ما خدتش بقول لك 48 ساعه طلعنا على طول.
تمام. طيب الرباط الصليبي دلوقتي اعتقد اكتر من 6 شهور يا كابتن نادر، اعتقد المده طالت شويه. 8 شهور، 8 شهور ان شاء الله، 8 شهور يكون موجود باذن الله، يحضر 8 شهور يحضر البري سيزون بتاع السنه الجايه باذن الله. باذن الله ان شاء الله. عايز ابلغك تحياتي وتحيات كل جمهور النادي الاهلي، وبلغ تحياتنا كمان لمحمد محمود، وان شاء الله الناس كلها مستنياه لما يرجع القاهره، واكيد اكيد ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى احسن ليه، لان هو بيشتغل بشكل كويس، لكن ان شاء الله ربنا يكون مقدر له خير ان شاء الله في الفتره الجايه يا كابتن نادر. شكرا يا فندم، مشرف لي ان اكون مع حضرتك. شكرا جزيلا كابتن نادر شوقي، مدير اعمال ووكيل اللاعب محمد محمود نجم النادي الاهلي.